عد نائب عن التحالف الوطني هشام السهيل قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة بشأن الفروقات الانتخابية تدخلا حكوميا بعمل المؤسسات والهيئات المستقلة. وقال السهيل أن الحكومة الاتحادية ليس من حقها التدخل بعمل مفوضيات الانتخابات لأنها مستقلة كما لا يحق لها التدخل بعمل القضاء أيضا، مضيفا أن ما أعلن من تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة ما حصل بالانتخابات هو أمر لا يجوز ويعد تدخلا من قبل الحكومة بعمل المؤسسات والهيئات المستقلة.